ممكن اسمه عباس الجنابي، هسه هو كاتب اسمه عباس شمس الدين. زين انت كاتب عن المزيفة وانت اسمك مزيف، عزيزي بعد السيد السيستاني السيد شبير الزنجاني، موسى الشبير الزنجاني او الشيخ الوحيد الخراساني. انا اصلي لأربعة اشهر على الكرسي بسبب علة مرضية، هل استطيع في هذه المدة ان اقضي صلاة الفائتة سابقا؟ اذا كانت هاي وظيفتك الشرعية ثابتة انه انت تصلي فقط على كرسي، ما تقدر تصلي على غيره، ماكو مانع، ماكو مانع. من الذي شهد للسيد الخوي بالاجتهاد؟ عزيزي العلماء اللي درسوه شهدوا له بالاجتهاد، وشهادة اجتهاد السيد الخوي موجودة ترى في حسابي. السيد الزنجاني عزيزي في قم. عزيزي كتاب الأخلاق أهل البيت كتاب رخيص وكتاب نافع. يا الله شيخ انطيني طريقة أقدر أخلص نفسي من الذنوب. عزيزي لا تنسى الله، خلي دائما رب العالمين على بالك، أو خلي الموت على بالك على طول، لا تنسى. من عد غدا